الويبينار بتاعنا النهارده عن كشف الاعطال او تحديد الاعطال في الانظمه الهيدروليكيه، واتفقنا ان احنا في عندنا مشكله. المشكله دي احنا هنتناقش حواليها، وهي ان احنا في عندنا لودر. اللودر ده الرفع بتاعه بطيء، وحطينا الموديل بتاع اللودر وحطينا الدايره بتاعته في الاعلان، والمفروض ان انتم معاكم الايه الاسكيماتيك دايجرام. للناس اللي معاهاش الاسكيماتيك دايجرام فزمايلكم حطوها في الشات، وانا هحطها في الشات كمان دلوقتي. بس قبل ما نخش في التوبيك ده، خلينا نتكلم عن حاجه مهمه الاول، وهي بالاساس ايه هي الاعطال اللي بتقابلكم في الانظمه الهيدروليكيه. انا هنا محتاج مشاركه المهندسين اللي شغاله، حابب جدا ان انتم تشاركوني في الموضوع ده. عايزكم في الشات تقولوا لي ايه اكتر المشاكل اللي قابلتكم. انا هفتح صفحة الشات اهو، وهقعد ابص على نزول بطيء، تسريبات، حلو، سرعات وضغوط مش متظبطة، تلف اويل سيل، حركة سلندر بطيئة، فالف اللي حصل فيه خراطيم بتضرب، سخونة زيت، بطء في الحركات ومش قادر على الحمل. ايه المشاكل اللي بتحصل يا امين في الانظمة الهيدروليكية عندك؟ الحرارة عالية، سرعات بطيئة، عظيم، حمل على الترمبة في حركة واحدة، مش فاهم يا علي، قصدك ضغط عالي يعني، حرارة الزيت بترفع بطريقة عشوائية، ماشي، حرارة، بطء حركة بستم عن التاني، ضغوط مش تمام وحركات ضعيفة، بارتكلز اكاونتس عالي في الزيت، شوائب كتير في الزيت، حلو، ارتفاع استهلاك الديزل بسبب عطل باللودر، الرزع في بداية المشوار أو نهايته، عظيم، البريك في الونجات، عظيم قوي، فايبريشن، الضخ مش شغال كويس، مضخة خرسانة، يعني الحركة بتاعة البستين ضعيفة، نزول سريع، عظيم، صوت مش مظبوط، جميل، انسداد في الصنف في الصمامات، مشكلة في اللود سينسينج، اوكي، عظيم جدا، فصل حركات، حلو قوي، حلو قوي، يعني متهيألي ان احنا كده بدأت الاعطال او المشاكل تتكرر. اللي انا حاجة انا عايز اوريها لكم ان تقريبا احنا بنتكلم عن اعطال متكرره عند كل الناس. هو ده الغرض اللي انا كنت عايز اوريه لكم، ان احنا بنتكلم عن مشاكل. المشاكل بيرفع وينزل لوحده، انا كنت عايز ديت يا عشري. المشاكل بتتكرر عند الناس، المشاكل مش متنوعه قوي، هي في الاخر حاجات محدوده. خلوني احاول ان انا اكلمكم عنها. باشمهندس حسين، احنا هنا مش هنحدد مشكله بعينها، احنا مش جايين، مش هنقعد يعني نتناقش ان احنا ندور على مشكله، احنا بناخد ازاي نفكر في الاعطال عامه. فانت بعد المحاضره فكر في المشكله بتاعتك بنفس الطريقه اللي احنا نتناقش فيها. خلاص كفايه كده، نفرمل هوب هوب، كفايه مشاكل، كفايه مشاكل، خلاص الحمد لله كده ما عادش عندنا مشاكل في الانظمه الهيدروليكيه، احنا كده لميناهم كلهم. انا هقفل الشات مره تانية وهرجع اكمل المحاضره، مش عارف اشوف الرسائل، فخلونا نكمل المحاضره. طيب تعالوا كده نحاول ان ارتب لكم الاعطال دي كده او اجمعها لكم بطريقه تانية. بصوا، خلينا اول نقسمهم حاجتين. في مشاكل بتاثر لي على الشغل عندي، يعني لو انا عندي لودر فاللودر ما عادش هيقدر ان هو يشتغل، او لو عندي حفاره فالحفاره ما عادش قادره انها تشتغل. وفي عندي مشاكل تانية، المشاكل دي بتاثر على السيستم، يعني مثلا زي السخونيه. السخونيه مش هتوقف لك المعده انها تشتغل، ولكن السخونيه هتبوظ لك سيستم الهيدروليك نفسه، هتخليه بعد كده ما يشتغلش. لكن لو الحمل، لو السيستم بقى ضعيف، الضغط بقى قليل، فساعتها احنا مش هنقدر نرفع الحمل اصلا. فهنا في عندي مشاكل بتاثر لي على عمليه الانتاج او على عمليه الشغل، وفي عندي مشاكل بتاذي لي سيستم الهيدروليك نفسه. طيب الحاجات اللي بتحصل
الانظمه الهيدروليكيه وبتاثر لي على الشغل. لو جينا نشوفها هنلاقي مثلا سرعه مش مظبوطه. سرعه مش مظبوطه دي ممكن تكون اسرع من اللازم او ابطا من اللازم. يعني فكره مشكله السرعه دي مشكله دايما عندنا فيها حوارات، زي المشكله بتاعتنا بتاعت النهارده ان احنا عندنا السرعه بتاعت الرفع بطيء، وكان في لسه باشمهندس كان بيشتكي عن اله زراعيه عنده سرعه النزول فيها اسرع من اللازم. حلو. الحاجة التانية إن يكون القوة أو العزم مش مظبوط، مش مظبوط. أنا هنا القوة أو العزم مكتوبة في قدامكم مظبوط، لا هي مش مظبوط. ماشي؟ المهم القوة أو العزم يكون فيهم مشكلة، معناها إن أنا مش قادر أرفع الحمل بتاعي أو مش قادر ألف الحمل بتاعي أو مش قادر إن أنا أتحرك، القوة نفسها عندي فيها مشكلة. أو إن يكون مفيش عندي حركة أصلاً، يكون كل حاجة عندي واقفة، مفيش حاجة شغالة. ممكن يبقى عندي حركه مش طبيعيه، حركه المفروض ما تحصلش، زي حاجه مثلا بتطلع او بتنزل لوحدها، او حركه او حاجه بتتحرك في وقت المفروض ما تتحركش فيه، او شكل الحركه مش هو اللي انت متخيله، المفروض تتخيل انها هتمشي سموث فانت تلاقيها بتعمل فايبريشن مثلا وهي بتتحرك، كل دي حركه مش طبيعيه. حركه في اتجاه غلط، ان الحاجه انت متخيل انها المفروض ترفع فتلاقيها بتنزل، او الحاجه بتنزل فتلاقيها بتطلع، تيجي يمين تلاقيها بتيجي شمال. ان انت يكون عندك تبع مش مظبوط، المفروض ان انت عندك حاجه بتحصل بعدها حاجه تانية تشتغل، السلندر يمسك بعدها السلندر ينزل، السلندر اللي بيجي يمسك ده تلاقيه ما اشتغلش، تلاقيه الاول الحاجه نزلت وبعدين الحاجه بدات تمسك مره تتمسك. العكس في التتابع، التتابع بتاع الشغل السيكونس اللي انت ماشي بيه بدا يتلخبط. دي الاعطال اللي احنا بنقول عليها اعطال بتاثر لي على الشغلانه عندي. دي ساعتها المكنه ما عادتش قادره انها تقوم لي بوظيفتها اصلا، ما عادتش قادره تقوم لي بانتاج او مش قادره تطلع انتاج. في انواع تانية من الاعطال، الاعطال دي اللي هي اللي بتاذي السيستم نفسه. الاعطال دي مش هتسبب لي ان السيستم يقف، ولكن لو هي فضلت موجوده وانا ما حلتهاش السيستم بتاعي يحصل له فيلير. احيانا اصلا بتبقى يعني وعاده هتلاقوها موجوده مع مشكله من المشاكل اللي عندنا هنا. حاجه مثلا زي درجه الحراره عاليه، السخونيه، يعني كتير منكم اشتكى من السخونيه في الشات. طبيعي، مشاكل السخونيه مشاكل شائعه جدا 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 في الانظمه الهيدروليكيه. يكون عندنا فايبريشن عالي، وانا شفت حد كان بيسال عن هو ايه العلاقه ما بين الفايبريشن وبين الهيدروليكس. لا، في عندنا علاقه كبيره جدا، في كميه مشاكل كتير في الهيدروليك تسبب لك ان الفايبريشن عندك يزيد في السيستم والمنظومه بتاعتك. الصوت العالي برضو، انت لو انت متعود على ان صوت المضخه ليه صوت معين، فلو انت المضخه بدا يحصل فيها مشكله هتبدا تلاقي ان الصوت بدا يعلى، تحديدا مشكله زي الكافيتيشن مثلا. مشكله زي الكافيتيشن هتسبب لك فايبريشن، اهتزازات، وهتسبب لك ان يكون في عندك صوت عالي. اخيرا حاجه زي التسريبات، التسريبات الليكج اللي بتطلع لبره دي صحيح انها حاجه مش بتوقف السيستم، ولكن هي مشكله كبيره جدا. مشكله انها اول حاجه مشكله على السيفتي، دي اهم حاجه، ان انت المكان اللي فيه زيت يعني في وارد ان حد يتزحلق. الحاجه الثانيه ان شباب ان انتم مش متخيلين كميه الفلوس اللي انتم بتخسروها لما يكون في عندك تسريب زيت. مره قريت ناس كانت بتقول ان لو انت عندك زيت بينزل نقطه بتنزل بالمعدل ده، هو نقطة ورا نقطة ورا نقطة، لو انت عندك تسريب زيت بالمنظر ده فده على اخر السنة النقطة دي هتكفي انها هتعمل 1000 لتر، 1000 لتر زيت. حاليا 1000 لتر زيت يعني 5 براميل تقريبا، 5 براميل يعني بتتكلم على رقم ما بين اقل حاجة، لو انت جبت اقل حاجة موجودة في السوق هتبقى في حدود 25000 جنيه ل 5 براميل، او لو انت رايح تحاول ان انت تستنضف نوعا ما او تجيب حاجه نظيفه شويه، فانت هتلاقي نفسك بتجيب حاجه في حدود ال 50000 ولا حاجه. ولو انت عندك الزيت بتاعك زيت مخصوص من الزيوت اللي هي الفيسكوس اندكس بتاعها عالي مثلا، او انها تكون زيوت بمواصفات خاصه، فانت عندك كده في خرب بيوت. فانت موضوع التسريبات ده موضوع احنا ما ينفعش ان احنا نتعامل معاه باستهتار. دي الاعطال اللي هي موجوده في السيستم،
ولكن مش بتأثر لي على الشغل بتاعي. احيانا بنلاقي الحاجات مع بعض، يعني مثلا ممكن تلاقي مثلا حركات بطيئه ودرجه الحراره عندك عاليه، او تلاقي الاهتزاز عالي والصوت عالي وتلاقي السيستم عندك ضعيف. وارد وارد يحصل، لان في مشاكل يعني الاهتزاز ده بيبدا معاك كعرض بيأثر لك في السيستم وبعدين ينعكس عندك على اداء الماشين نفسها. انا ملاحظ ان المهندسين لسه بيخشوا، يعني انا بادئ المحاضره ولسه في ناس عماله تخش. طيب مش مشكله نكمل احنا. انا اسف والله للناس اللي داخله متاخر، يعني انا حاولت ان انا استنى قدر الامكان عشان ان انا ااخر بدايه المحاضره شويه، بس انا بعتذر لكم والله. احنا مضطرين ان احنا نبدا عشان يعني احنا برضو للاسف بكره الخميس شغل مش اجازه، فانا بعتذر لكم جدا. طيب ده كده نظرة عن أنواع الأعطال اللي بتحصل، وهي دي الأعطال والمشاكل اللي أنتوا اتكلمتوا عنها في الشات. طيب الفكرة دلوقتي لما احنا تيجي تقابلنا مشكلة سيستم الهيدروليك، الخطوات أو إيه الحاجات اللي احنا المفروض نعملها عشان نلاقي المشكلة؟ احنا في عندنا كده مجموعة حاجات لازم نعملها الأول قبل ما يعني عشان نعملها الاول عشان نقدر نوصل لحل المشكله بالفعل. فاحنا نبدا نفحص السيستم بتاعنا، بس لما نيجي نبدا نفحص هتبدا تقابلنا شويه اسئله، اللي هو اصلا احنا هنفحص ايه؟ ده اول سؤال، وده سؤال وجيه جدا والله. يعني انت طب ماشي حلو، احنا هنعمل تشيك على ايه في الهيدروليك سيستم؟ هنفحص بايه؟ ايه الادوات اللي احنا نستعملها عشان نعمل الفحص بتاعنا؟ وهنفحص فين؟ فين الحاجة المكان اللي احنا هنحط فيه التولز بتاعتنا دي عشان ناخد قراياتنا؟ وفي الاخر ماذا نتوقع؟ احنا اصلا يعني المفروض لما انا اجي افحص الحاجة هنا، ايه الحاجة اللي انا المفروض اتوقع انها تظهر، او الحاجة اللي انا متوقع انها تحصل، عشان لو انا لقيتها انها ما حصلتش افهم ان هنا المشكلة. تعال ناخدهم كده واحدة واحدة. ماذا نفحص؟ ده الموضوع بسيط جدا. الهيدروليك سيستم كله على بعض بيحكمه قانون واحد، القانون بيقول لك الباور بتساوي البي في الكيو. الهيدروليك باور اللي احنا بنتكلم عنها عباره عن ضغط زيت فلو ريت قصاد ضغط زيت معين. فانت لما تيجي تعمل فحص، انت كل اللي انت عايز تطمن عليه هو البريشر، لان البريشر في الاخر هو ده اللي بينعكس لك على القوه. لو انت فاكرين تعريف القانون بتاع البريشر من باسكال، البريشر كان بيساوي الفورس على الاريا. الفورس دي القوه او العزم او كل ده مرتبط بالضغط عندي. فلو انا عندي مشاكل مرتبطه ان انا عندي الاحمال مش قادر احملها، حاجات مش قادر ارفعها، الاحمال عندي فيها مشكله، فانا محتاج ان انا اتشيك على الضغط بتاعي. للناس اللي فاهمه هيدروليكس كويس عارفه كمان ان مشاكل التتابع مرتبطه بالضغط او مرتبطه بالكنترول، ولكن لو هي بتتكلم على هيدروليك من جوه خاصه المشكله هيدروليك هتبقى مشكله بريشر. اخيرا الكيو، لان الكيو هي دي المؤثر في السرعه، لان الكيو بتساوي الفي جي، اسف، الاي في الفي، الاي مضروبه في الفي، او ان الكيو بتساوي الفي جي مضروبه في الان لو بنتكلم على موتور. لو احنا بنتكلم على موتور هيدروليكي، فالسرعه بتاعت مدور الموتور، السرعه بتاعت دوران الموتور مرتبطه بكميه الزيت اللي بتوصل له. ولو بنتكلم عن هيدروليك سيلندر، فالسرعه بتاعت حركه السيلندر مرتبطه بالفلوريت اللي بيخش له. فهم دول الحاجتين اللي احنا بنحتاج نفحصهم. بنحتاج برضه نتاكد من الاتجاه، الحاجه عندي اصلا شغاله، التتابع بتاعها مظبوط ولا لا؟ يعني هل الاشارات بتوصل في اماكنها وبتوصل صح ولا لا؟ خليني اشوف كده الشات، الناس شايف ان في ايه؟ في دوشه هناك، شوف انتوا بتقولوا ايه ونرجع تاني. لا مش هقدر اعيد من الاول، احنا بادئين بقى نص ساعه. طيب للطلبه الصغيره وللمهندسين الصغيرين، بصوا يا شباب، المحاضره دي محاضره مش مستوى مبتدئ، هي مستوى ادفانسد سيكا. مش بقول انها ادفانسد قوي، ولكن هي متقدمه شويه. انا مضطر وانا اشرح فيها ان انا اتوقع ان الناس فاهمه اصلا يعني ايه هيدروليك باور سيستم، فاهمه يعني ايه مكونات هيدروليكيه. إيه والا مش هنبدا نناقش ابدا في الاعطال والمشاكل. إيه ربما ده يعمل ازمه عند بعض الناس.
بس الناس اللي هي اللي عندها فكره عن الهيدروليك فهي المحاضره بالنسبه لها هتبقى مفيده قوي. طيب بالنسبه بقى للطلبه وللمهندسين الصغيرين، اوكي انا عارف ان ربما يقابلك مشكله في ان انت مش فاهم بعض المصطلحات، لكن شويه شويه كده انت بتاخد طريقه تفكير. يعني مثلا مجموعه الاسئله دي هي مجموعه اسئله بتكلمك انا بفكر في ايه اصلا؟ يعني ماذا نفحص؟ ماذا نفحص؟ اين نفحص؟ ماذا نتوقع؟ دي ثلاث اربع اسئله بتسالهم لنفسك لاي حاجه مش شغاله. اي حاجه عندك في حياتك هتقابلك مش شغاله، هم دول اربع اسئله اللي انت محتاج انت تسالهم لنفسك عشان تبدا انك تبدا تدور على المشكله او تحدد اعطالها. ده تكنيك، واصله الفكره؟ فاحنا بنتكلم عن تكنيك، التكنيك ده انا هطبقه على الهيدروليك سيستم، ولكن انت ممكن تطبقه على اي حاجه تانية. ولكن انا برضو بعتذر ان انا مش قادر ان انا ابدا من بدري قوي في الويبنار ده، مش قادر ابدا من اول باسكال وابدا عن الكومبوننت وكده، لان لو عملنا كده مش هنلحق ان احنا نخش في تحديد المشاكل والاعطال. نكمل كلامنا. طيب بماذا نفحص؟ احنا هندور على الحاجات دي ازاي؟ بص يا سيدي، العدادات. العداد هو الحاجه الاساسيه اللي انت هتستعملها عشان تقيس الضغط. والله يكرمكم، مفيش حد يجي يقول لي انا طالع احل مشكله هيدروليك من غير عداد. ولما يعني اي حد يكلمني في التليفون يقول لي والله احنا بنعمل مش عارف ايه والكلام من ده، طب اقول له معاك عداد؟ يقول لي معيش عداد. فانا بقوم قايل له طب انا مش هقدر افيدك، يعني من غير عداد احنا مش هنقدر نفهم الرقم ده عامل كام، ومن غير ده انت مش شايف السيستم اصلا. ما احنا قلنا ان دول هم اللي هيفهمونا حاله السيستم. عشان نعرف المشكله فين عندي لازم اعرف هو ده اللي مضروب عندي، هو ده اللي فيه الازمه، ولا ده اللي فيه الازمه. عشان اعرف مين فيهم اللي فيه الازمه انا محتاج اقيس، فمن غير عداد انا عمري ما هقدر اقيس. فالله يكرمكم، محدش يطلع يتعامل مع الشغل هيدروليك من غير عداد، ومحدش يجي يقول لي الشغل عندي ما بيدينيش عداد، العدادات رخيصه، اطلب عداد. إيه لو انت مهندس مش قادر تطلب عداد من الشركه عندك ان هم يجيبوها لك، انت عندك مشكله. لو الشركه انت طلبت منها عداد وما جابتلكش العداد، انت الشركه فيها مشكله، وخد بعضك وامشي، لان انت كده عمرك ما تعرف تشتغل. تمام؟ من الاخر يعني، عشان محدش يجي يقول لي ما عنديش عداد، الجمله دي بتعصبني وبتضايقني. الحاجة التانية هو الفلوميتر، وعلى عكس بقى العداد الفلوميتر ده حاجة نادرة شوية، فمش ناس كتير تستعمله، هو غالي مكلف، وطريقة تركيبه في الشغل بتبقى متعبة شوية. ولكن أنا ممكن أستعوض عن الفلوميتر إن أنا أبدأ أراقب السرعة عندي، إن أنا أبدأ أعمل كده أشوف السرعات عندي، سرعة الدوران وسرعة الحركة عندي، وأبدأ إن أنا احاول كده استعمل شويه فهم للدايره ان انا احصر المشكله شويه وافهم هي المشكله موجوده في الكيو مثلا اللي خارجه من البامب، ولا المشكله في الكيو اللي واصله للصمام ده، وابدا ان انا افهم المشكله واحده واحده. ولكن الناس بتوع مثلا اللي شغالين متخصصين في الهيدروليك بيكون معاهم فلوميتر احيانا كتيره، وبيستعملوه في ان هم يحددوا الكيو، عشان هو بيريحهم خالص وقت ما بيعرفوا يستعملوه. في بعض الاحيان زي مثلا مضخات الفاريبل ديسبليسمنت التعامل معاها المثالي ما ينفعش الا بفلوميتر. احيانا فلوميتر ما بيكونش معايا بورتابل في التولز بتاعتي، ولكن انا باخد الكومبوننت زي البامب مثلا بالذات يعني، او المواتير، نوديها عند شركة اختبار تختبر لي البامب او الماتور. بتختبره بايه؟ بتختبره بفلوميتر. فانا عادي ان انت تيجي تقول انا معيش فلوميتر، لكن ازعل منك لو انت قلت لي ان انت ما معكش عداد. من الحاجات اللي احنا بنفحص بيها ومهمه جدا وحيويه جدا وتوفر عليك قوي 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 في الشغل الهيدروليك هو الانفراريد سيرموستات او سيرموميتر. لان احنا عندنا الحاجات بتاعت الهيدروليك زي ما انتم عارفين لما بيحصل فيها تآكل، التآكل ده بيكون عبارة عن أورفيس ضيق قوي 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 قوي، يجي الزيت يهرب من الأورفيس ده قصاد ضغط عالي، فيبقى بي في كيو ديت باور عالية، الباور دي تيجي في الأماكن اللي فيها الاحتكاك دي وتتحول كلها الحرارة. فأنا أصلاً لو أنا قادر إن أنا أقيس درجات الحرارة بتاعت الكومبوننت بتاعتي وأحصر فين القطعة اللي درجة حرارتها أعلى من اللازم، ساعتها هقدر أحدد وأقول إن القطعة دي ربما فيها خلل. دي طريقه من الطرق اصلا اللي احنا بن 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 بنحدد بيها المشاكل، اللي هو القطعه دي هي دي السخنه، خلاص هي دي القطعه دي هي دي اللي فيها الازمه، لان اشمعنى يعني هي اللي سخنه وبقيه الحاجات لا. اوتش. اين نفحص
وماذا نتوقع؟ هم دول السؤالين بقى الصعبين جدا بصراحة. رغم ان الهيدروليك دي في كيو والادوات بتاعتنا ادوات بسيطة، الا ان اين نفحص وماذا نتوقع؟ دي بقى هم دول بقى اللي محتاجين منك معرفة جامدة جدا بقى بالهيدروليك، لان اين نفحص دي انت مش هتعرف تجيبها غير لما تكون قادر تقرا دايرة الهيدروليك كويس. اين نفحص؟ انا احط العداد فين؟ هنا ولا هنا ولا هنا؟ طب انا عايز افحص ايه اصلا؟ كل الحاجات دي انت مش هتقدر تحددها غير لما تكون عارف تقرا السكيماتيك دايجرام. ماذا تتوقع؟ انت مش هتقدر تتوقع اصلا ايه اللي هيحصل عندك في السيستم غير لما انت تشوف السيستم ده شغال ازاي. وانت مش هتعرف ده غير من السكيماتيك دايجرام، انك تقول والله لو انا بعت الاشاره دي او لو انا اديت اوردر التشغيل ده لما انا اديه، اذا الحاجه دي هي اللي المفروض تشتغل. ايه ده؟ الله، ما اشتغلتش ليه؟ دول الحاجتين اللي انت مش هتعرف تعملهم غير من السكيماتيك دايجرام. ومن غير سكيماتيك دايجرام ومن غير قدرتك ان انت تقرا سكيماتيك دايجرام، انت عندك مشكله وتحدي في ان انت توصل للمشاكل. هتحفظ لك مشكلتين ثلاثة لكن مش فاهم دايرة الهيدروليك ومش بتتعامل معاها بالحرفية اللازمة. فيبقى دلوقتي لو رجعنا تاني للجزء اللي ورا ده، هنلاقي ان ماذا نفحص الموضوع بسيط. احنا بندور على بي وكيو وشوية اتجاهات. لماذا نفحص ادوات بسيطة، عداد وجهاز بنقيس بيه حرارة، حتى الفلوميتر يعني مش مهم قوي يعني. اين نفحص وماذا نتوقع؟ دول مرتبطين قوي جدا 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 بفهمك للانظمه الهيدروليكيه. من غير ما تبقى فاهم انظمه هيدروليكيه انت هتعطل في الاثنين دول. هو ده المشكله، ان احنا ناس بتقف قصاد المكنه مش عارفه تعمل ايه، فتبدا بقى تفك في الخراطيم بشكل عشوائي، وتفك وتك فك وتك فك وتك فك، نروح بعدهم نلاقي ان مفيش خرطوم في مكانه ولا في اي حاجه في مكانها، ونلاقي نفسنا كده بقينا قدام معضله اكبر واكبر، ان اللي بقى في الواقع قدامنا غير اصلا اللي موجود في الاسكيماتيك دايجرام. ونحتاج ان احنا عشان نحل المشكله نعيد ترتيب الدايره الاول لشكلها الطبيعي، وبعد ما نعيد ترتيب الدايره لشكلها الطبيعي نبدا ندور ورا المشكله، فبيبقى يعني ماساه. فالله يكرمكم، يعني من غير ما تبقى فاهم هيدروليك سيستم بلاش نلعب في المشاكل والجأ لحد خبير يحلها لك. بالمناسبه انا ما بشتغلش صيانه، فانا ما بقولش لحد ان هو يلجأ لي، بس عامه المبدأ بتاعك ان انت تحاول تفهم. لكن انا بدي كورسات هيدروليك، ممكن تجي لي عشان افهمك ازاي تفحص وازاي تتوقع دي، لكن ما تجيليش عشان تقول لي ان عندي مشكله انا مش بشتغل صيانه. لكن اللي محتاج فيه مهندسين كتير جدا في السوق ما شاء الله عليهم، شطار جدا في ازاي ان هم يكشفوا عن المشاكل والاخطاء. ولكن بكلمك في المبدأ، ما تخشش على السيستم من غير ما تبقى انت عارف السؤالين دول، انا هفحص ايه بالظبط فين وانا متوقع اشوف ايه. هم دول المعيارين اللي عندك اللي انت هتعمل بيهم تحديد المشاكل. لو انت فاهم الجزء ده بقيت عملية كشف الاعطال عندك من اسهل ما تكون. عظيم، خليني كده ابص كده في الشات شوية اشوف الناس بتقول ايه وارجع لكم. فلوريت معدل السريان اللي هو كنتوا بتاخدوه في الكليه، بناخده في الكليه الفي دوت، اللي هو بيتقاس بالمتر المكعب او اللتر بالمتر المكعب بير سكند، او اللتر بير مينت، او السنتيمتر المكعب بير مينت. تاكوميتر رخيص مفيد فعلا يا باشمهندس سامر. المحاضره متسجله بس مش هتبقى متاحه. هل ده اكونت الشخصي انا محدش عايزه؟ اوكي، حلو جدا. حضرتك شغال في ايه؟ انا شغال في الهيدروليك من عندي 12 سنه، ولكن مؤخرا بقى عندنا شركه تدريب هندسي اسمها اورنج اللي هي بتقوم بالويبينار اللي حضرتك شايفه ده. عندي في ماكينه البنش بينزل بقوه. تعتقد المشكله ممكن تكون ايه؟ طب بص يا باشمهندس محمد، حلو جدا حلو، تعالوا ناخد الموضوع ده لان ده جزء من الاجزاء اللي انا بسببها بعمل عامل الويبينار ده. مهندس محمد اسالني يقول لي يا هندسه في عندي ماكينه بانش، ماكينه بانش بتنزل كده تخرم الحاجه او بتعمل لها عمليه اسمها بانشنج، هي احدى من العمليات، بدل ما هي بتخرم بتنزل كانك جايب اله حاده كده وتقوم ضاغط عليها فتقوم الورقه اللي تحت او الشيت اللي تحت يقوم متشكل مقطوع ومتشكل. المهم بينزل بقوه زياده عن الطبيعي، تعتقد المشكله ممكن تكون ايه؟ بصي دي قوه زياده عن الطبيعي، يبقى انا ممكن هكون شاكك في عندي مشكله في البريشر، ده اقصى حاجه انا اقدر اقوله لك، ده الشك اللي ممكن يكون عندي.
بس هل انا كده اديتك حل المشكله؟ لا خالص، ده انا محتاج افرض المشكله وبعدين ابدا اروح احط عداد، اشوف العداد ده الضغط، اشوف الضغوط في الدايره عندي كام، وقبل ما اعمل ده محتاج ابص على الدايره عندك عشان احدد. ممكن يكون في الدايره عندك في بريشر ريدوسنج فالف، وفي عندك بريشر ريليف فالف، عندك مكونات كتير كلهم بيتحكموا في الضغط، فانا محتاج اشوف ايه مكونات الدايره عندك اصلا عشان احدد انا محتاج احط العداد دوت فين، ومنه اقيس الضغط، فابدا اعرف اذا كان في فعلا مشكله عندك في الضغط ولا ما فيش عندك مشكله في الضغط. لو الضغط عندك مظبوط والحاجه عندك مظبوطه، هبدا افكر في اذا كان في عندك حاجه ميكانيكال هي اللي مسببه ان يكون مثلا الشوط بتاع البانش عندك اطول من اللازم، ربما يكون دي حاجه مشكله اللي عندك وانت حاسس انها مشكله بريشر. ولكن من غير ما يبقى عندي دايره ومن غير ما امسك العداد واحط العداد في الاماكن المختلفه بتاعته، انا عمري ما هقدر اقول لك المشكله في الحته دي. واي حد هيجي يمسك لك الحاجه يقول لك والله الريليف فالف زياده هوي عليه، طب ما هو ممكن يكون عندك في بريشر ريدوسنج فالف في الدايره. حد يجي يقول لك لا ده انت تلاقي عندك مش عارف الماتور قوي مثلا. طبعا ده كل ده كلام وراء، احنا بنعمل ايه؟ هنبدا نفحص مشكلة قوة زيادة، دي مشكلة مرتبطة بالبريشر، هنبدأ نفحص الضغط عندي بالعداد، هيبقى عندي سؤال أين نفحص وماذا نتوقع؟ ده مرتبط بإن أنا أجيب الاسكيماتيك دايجرام وأبدأ أقراها وأبدأ أتعامل معاها، هو ده التتابع اللي إحنا المفروض نكون بنفكر فيه. جميل؟ أتمنى تكون النقطة دي وضحت. طيب نكمل الجزء بتاعنا. طيب دلوقتي خطوات حل المشكلة، نفس اللي أنا كنت بتكلم فيه دلوقتي. لما تيجي تقابلنا أي مشكلة إزاي نحلها؟ أول حاجة محتاجين نجيب الخريطة بتاعتنا، محتاجين نعمل لستة بكل المكونات اللي ممكن تسبب المشكلة. يعني احنا دلوقتي احنا بداية اتفقنا لو انا عندي مشكلة مثلا قوة زيادة او قوة ضعيفة، فانا هبقى محتاج ابص على البريشر، سرعات بطيئة سرعات زيادة محتاج اراقب الكيو. في الاخر بعد ما اعمل ده همسك الخريطة الهيدروليكية بتاعتي، هعمل لستة بكل المكونات، كل المكونات اللي ممكن تسبب لي المشكلة دي، كل المكونات، اي حتى لو مكون هو يعمل الحاجه دي ولكن بعلمك بالظروف الحاليه هو مستبعد، او حاجه انت متخيل انها مش هتبقى هي ليها النسبه الكبيره في الاحتمالات، حطها برضو. بعد كده ابدا اسال نفسك شويه اسئله، يعني مثلا في المشكله بتاعتنا بتاعت اللودر احنا هنتكلم عنها كمان شويه، اللودر فيه حركتين، في حركه رفع ونزول وفي حركه لم وكفي للحله، اللي هي الباكت اللي بتشيل الرمل او بتشيل الزلط او خلافه. المهم السرعة بطيئة، هل السرعة بطيئة في الرفع بس ولا في اللم كمان؟ نبدأ نسأل نفسنا الأسئلة دي، بس إمتى؟ بعد ما نعمل الليستة. هل الرفع بطيء دايما ولا بيبقى بطيء بعد شوية من الشغل؟ هل الرفع بيبقى بطيء قد إيه؟ طب اخدين بالكم، نبدا نسال نفسنا شويه الايه، شويه الاسئله كده اهو. الاسئله دي هتساعدنا ان احنا نقلل شويه حاجات من الاحتمالات اللي احنا حطيناها. بعدها نبدا نرتب المكونات بتاعتنا حسب الصعوبه، من الاسهل في الكشف للاصعب. الموضوع ده مش هتعرف تجيبه الا بخبره حضرتك ومذاكرتك للكتالوج والفهمك للمعده اللي قدامك وللآلة اللي قدامك. يعني مثلا في مثلا آلة ممكن يعني اتشيك على البامب فيها قبل ما تشيك على الصمامات، لان مثلا ممكن تكون الصمامات محطوطه في حته مقرفه جدا جدا، ودي مثلا مره قابلتني مثلا في شركه بترول، الصمامات موجوده في حته عشان نوصل لها هنقعد يومين او ثلاثه بنشتغل، فالبامب كانت بالنسبه لنا كانت موجوده بره، كان احنا نعمل تشيك عليها اسهل ألف مره من ان احنا نروح نعمل تشيك على الصمامات. بخلاف ان في الغالب بتبقى الصمامات هي اللي واضحه بالنسبه لنا، فبيكون الوصول ليها هو اللي سهل، فبنحاول ان احنا نعمل تشيك عليها قبل ما نعمل التشيك على البامب اللي هتخلينا نبذل مجهود كبير في ان احنا نوصل لها. احيانا في اللوادر عشان توصل للبامب مضطر ان انت تفك الكابينه وترفع الكابينه عشان توصل للبامب، فهنا بتلاقي نفسك انك قصاد مشاكل حاجه عشان تفحصها انت محتاج
تبذل وقت كبير قوي 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 عشان تبدا تفحص الحاجه فعلا. بعد ما نعمل الكلام ده نبدا بقى عمليه بقى الفحص بتاعنا وتحديد الاعطال بتاعتنا. ده اللي احنا هنعمله النهارده في الدايره بتاعت اللودر اللي احنا حطيناها عندكم في الايفنت بتاعنا. ايه اللي احنا هنعمله دلوقت؟ اللي هنعمله دلوقت ان احنا هنبدا نمسك الدايره بتاعتنا ونبدا نفترض اننا عندنا المشكله احنا اتكلمنا عنها ان الرفع بطيء، وهنبدا نحصر سوا ونعمل الليسته بتاعت المكونات سوا، وبعدين نشوف هندور على الحاجه ازاي. هنحاول نعمل دلوقتي كده سيميليشن ان احنا المفروض هنعمل ايه في السيستم عشان نحل المشكله بتاعتنا. طيب حد المفروض يسالني ويقول لي طب احنا بعد ما حددنا المشكله هنعمل ايه؟ والله بص، حاجه الهيدروليك كلها يا اما تغيرها، يا اما يعني ممكن تكون هتفكها وتنظفها وترجع تركبها تاني، او هتغيرها، وده في الغالب اللي احنا بنعمله. وحاجات قليله جدا زي المضخات الفاريبل ديسبيسمنت بيتعمل لها صيانه. وعايز اقول لك يعني احيانا العطله بتاعت الناس بتبقى اغلى من ثمن المضخه نفسها، فبيضطروا ان هم يغيروا المضخه الفاريبل ديسبيسمنت اللي ممكن تتعمر، ياخدوها يرموها ويجيبوا واحده ثانيه يحطوها مكانها وما يعمروش. وده مثلا تصرف شائع جدا في المجال بتاع البترول. حلو. طيب لما نيجي بقى نمسك بقى قطعه، القطعه دي حصل فيها، هي دي اللي فيها المشكله، طيب شباب انا يبدو ان انا خرجت، حد يقول لي انا خرجت منين؟ فصل من وانا فين يا شباب؟ من ثواني. حلو، ما فاتناش كتير يعني. طب بجد والله اللي جاي دلوقتي الساعة، اوكي اه اوكي في ناس العطلة عندهم بتبقى اغلى من ثمن الحاجة نفسهم، الحاجة نفسها، وبيغيروها وما بيقرروش ان هم اصلا يصلحوها ولا يشغلوا بالهم بتغييرها بفحصها ولا باي حاجة. خلاص احنا حددنا ان المشكلة في البامب، يلا شيل البامب دي وارميها وحط واحدة ثانية مكانها. ممكن يبقى البامب غالية وبتتعمر وبيتعمل لها صيانة بره، بس هم عندهم الوقت اللي هيبذلوه في تغيير المضخه او اصلاح المضخه دي اغلى بكتير جدا من ثمن المضخه نفسها. وزي ما قلت لكم ده تصرف شائع في مجال البترول، او انا قلت يعني، وكان النت كان فاصل يعني او كده. المهم طيب لما يكون عندي بقى مكون، المكون ده انا حددت ان هو فيه المشكله، فانا بعمل ايه؟ مش اي حاجه مكون على طول نروح نفكه نغيره، لا لا. بص اول حاجه المكون ده هو مظبوط ولا مش مظبوط؟ يعني مش عارف حضرني دلوقتي الإفيه بتاع الكبيرة فحت وهي بتقول للكبير كأنك مش مظبوط. مظبوط كأنه الضغط بتاعه عامل، اللي هو مثلا صمام بيتحكم في الضغط او ليه ادجاستنج مثلا، الادجاست بتاعه مظبوط ولا مش مظبوط؟ لو ريليف فالف، هل هو الضغط مظبوط ولا مش مظبوط؟ لو بريشر ريدوسنج فالف، مظبوط ولا مش مظبوط؟ لو فلو كنترول، مظبوط ولا مش مظبوط؟ اللي هو المعايره بتاعته هل مظبوطه ولا لا؟ القطعه نفسها صحيحه ولا مش صحيحه؟ وده حاجه شائعه جدا 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 في المكنه اللي بتصنع محلي او الحاجات اللي جايه من الصين. تمام؟ تيجي تلاقي ان انت عندك مشكله، المشكله تكتشف مع الوقت ان القطعه دي اصلا قطعه مش مناسبه للمكان ده، يا اما سايزنج بتاعها مش مظبوط، او ان باور بيرفورمانس بتاعها بيوند الاوبريشن رينج بتاعي. يعني انا بشتغل في حته وامكانيات القطعه دي اقل بكتير من امكانيات الحاجه اللي انا بشغلها فيها. هل هو راكب سليم ولا مش راكب سليم؟ ودي مثلا لما يبقى عندك مشكله بعد ما انت مثلا عملت صيانات او عملت اصلاحات او خلافه وجيت تشغل فظهر لك مشكله جديده، اتاكد الاول الحاجه بتاعتك راكبه مظبوط ولا مش راكبه مظبوط. لو الحاجه دي شغاله باشاره، يعني مثلا لو دايركشنال كنترول شغال باشاره كهرباء، الاشاره بتوصل؟
طب لما الاشاره بتوصل هل هو بيستجيب؟ نفس الكلام لو شغال بايلوت اوبريت باشاره زيت، هل الاشاره بتاعت الزيت بتوصل؟ بتوصل بالمقدار المظبوط. طيب هو بيستجيب؟ حلو. هل القطعه نفسها اسخن من اللازم؟ واتفقنا السخونيه ممكن تكون مؤشر عن عمليه عن عمليه التهريب. كل دي حاجات كده نبدا كده نفكر فيها في الكومبوننت بتاعتنا واحنا ماشيين بيها. في الاخر خالص بقى لو انا عندي الكومبوننت بتاعتي هفكها، بنصحكم انتوا تعملوا اللعبه دي. احنا بنعمل كده كتير في التريننج بتاعنا في الكورس، وانا بحب التمرين ده، اما اجي امسك الكومبوننت واجي ابدا افرض لنفسي اقول طيب القطعه دي لو حصل فيها تاكل من هنا ايه المشكله اللي ممكن تحصل عندي؟ طب ماذا لو الاورفيس ده اتسد؟ ايه المشكله اللي ممكن تحصل عندي؟ طب لو حصل عندي هنا تاكل، ايه المشكله اللي ممكن تحصل عندي؟ دي طبعا وانت قصاد مشكله عطلان والسيستم واقف عندك، من الصعب ان انت تقعد تاخد وقت ان انت تقعد تعمل ده. بس انت لازم تبقى فاهم نظريه عمل الحاجه قبل ما تفكها، ولازم تاخد تبص عليها في الكتالوج قبل ما تفكها. لو متوفر، احيانا كتير تبقى الحاجات مش متوفره، بس في غالب الاحيان الحاجه موجوده، يعني في المعدات في الغالب المكونات تبقى موجوده، موجود ليها كروس سيكشن في الكتالوج. في الصناعه اصلا هي مكونات موجوده، كروس سيكشنز بتاعتها موجوده في الكتالوج بتاع القطعه اللي انت هتخش تجيبه من على النت. فكتير من الاحيان الحاجه موجوده، احيان قليله تبقى الحاجه مش موجوده. انت توصل للسكيماتيك دايجرام بتبقى مش قادر توصل للكروس سيكشن بتاعها. امسك الكروس سيكشن وابدا حلله، ابدا فكر فيه. طب لو ده اتسد ايه اللي ممكن يعمل ازمه؟ اعمل لو ده حصل فيه تاكل ايه ممكن يحصل الازمه؟ ايه اللي يعمل لي الازمه؟ تبدا كده يعني خمن ايه الحاجه قبل ما تفتحها. قبل ما تفتح الحاجه انت لازم تبص على الكروس سيكشن عشان تبقى انت متخيل اصلا انت هتفك ايه. ما انت لو مش متخيل انت هتفك ايه، اللي انت هتفكه ده مش هتعرف تجمعه تاني. اول ما تيجي تفك الحاجه بتاعت الهيدروليك، الحاجه بتاعت الهيدروليك كلها حاجات صغيره، لا انت هتعرف لا تذنب ولا هتعرف انك تعلم ولا اي حاجه، وهتلاقي الدنيا عندك لاست. تيجي تلاقي سوسته مطرت، سوسته عملت، الكلام ده هيبدا يزعلك. فانت محتاج ان انت الاول تبص على الكروس سكشن بتاع الحاجه، تفهم الحاجه شغاله ازاي كويس، وتشوف المكونات بتاعتها تركز فيها، وبعدها تبدا انك تحل. لو انت قاعد في رواقه وبتجهز نفسك للمشاكل اعمل كده، ابدا افرض المشاكل. لو انا عندي الحته دي حصل فيها تاكل، لو انا ده حصل فيه عندي سدد، لو ده حصل عندي فيه سدد، ايه اللي ممكن يحصل عندي في السيستم؟ وابدا اعمل ده في كتير من المكونات اللي عندك. ابدا اعرف الاورنجات موجوده فين، في السيلات موجوده فين. انت لو عرفت السيلات موجوده فين، السيلات ممكن تكون يعني سيل لما يتقطع تخمن ايه ممكن المشكله تظهر عندك في الصمام ده. خمن المشاكل واعمل لنفسك كده زي كده فيميا ليها قبل ما تبدا انك تحتك بالمشكله نفسها. انا نفسي يكون مهندس مصطفى محمود معانا والله، يا ريت يا هندسه تقول لي انك موجود. طيب انا ببص في الشات، اربعه بارتيسيبنت ريز هاند. طيب انا ببص في الشات، انا اسف ان انا ساكت. قطعة صحيحة الخاص بأي ضغط وزبس نعرفه ازاي؟ هقول لك دلوقتي يا جمعة ايه السيلات. السيلات الاويل سيل، موانع التسريب هي زي الاورنجات. بالمناسبة يا شباب انا متهيألي احنا محتاجين نعمل كامبين عن اصلا ايه هي اورنج، عشان في ناس بتنطقها اورنج ودول بيتعبوني نفسيتي. طيب الصوت لو سمحتم من المصدر منصف. منصف انت مش سامعني؟ لا يا احمد انا ما استعملتش انسس في حياتي، ما اظنش ان المهندسين الصينيين بيستعملوا انسس، لكن بتوع التصميم بيستعملوا. المهم طيب خلونا نمسك دايره الهيدروليك بتاعتنا ونبدا نعمل التمرين بتاعنا.
هستأذنكم نحط اصحابنا اللي كانوا جابوا اللينك يحطوا اللينك تاني على في الشات. انا هجيب الدايرة بتاعت اللودر. هجيب صورة للودر برضو. معانا صورة للودر. معانا صورة للودر. ماشي، وجبنا الدايرة. هي الدايرة بتاعتنا. اوكي، هنعمل شير سكرين ونبدأ. شير سكرين، شير السكرين بالكامل. اوكي، السكرين معمول. طيب حلو جدا. بص شباب، اللودر فيه كذا حركه شغاله هيدروليك، يعني اللودر فيه المين الامبلمنت بتاعته او الدائره الوظيفيه اللي هي دائره التحكم في الحله دي، هي دي الدائره بتاعت الامبلمنت بتاعته، ودي بتتكون من حركتين اتنين. السلندر ده بيلم الحله كده او يكفيها كده، وفي عندنا من تحت هنا في سلندر تاني بيرفع الحلة دي لفوق كده، اللي هي الحركة بتاعت الرفع والنزول والحركة بتاعت اللم والكفي. دول الحركتين اللي عندنا. لكن اللودر نفسه في عندك البريك بتاعته حاليا شغال هيدروليك، عندك الستيرنج بتاعه ان هو يحود يمين وشمال برضه شغال هيدروليك، وكله دايره واحده. ولكن احنا هنناقش دلوقتي مشكله ان انا عندي السلندر بتاعي بتاع الرفع بطيء، انا عندي مشكله بطء في الرفع. السواق بيشتكي لي بيقول لي اللودر بطيء وهو بيرفع. السكيماتيك دايجرام دلوقتي المفروض تكون معاكم. انا حابب اتاكد انتم شايفين السكيماتيك دايجرام اللي انا فاتحها دلوقتي، مظبوط كده ولا لا؟ انا اتمنى ان تكونوا طبعينها من بدري. حلو، بس لو انتم مش طبعينها يعني خلوها معاكم. الناس اللي فاتحه من اللابتوب بتبقى شايفه كويس، الناس فاتحه من الموبايل ربنا معاها شويه، انا اسف بس يعني هيقول لك ما بتتشافش من الموبايل بالساهل. بس احنا اتفقنا ان احنا اول حاجه احنا محتاجين نعملها عشان نفهم نتعامل ازاي مع سيستم هيدروليك، محتاجين اول حاجه ان احنا نفهم اصلا السيستم بتاعنا. من غير فهمنا للسيستم عمرنا ما هنعرف نحدد احنا هنكشف عن ايه، ولا احنا هنبص على ايه، ولا اي حاجه خالص. فاحنا اول معلومه احنا محتاجين ندور عليها، احنا هندور على ايه او احنا هنبص على ايه في السيستم بتاعنا. يعني انا الشاشه بيضاء وهنعلم بقطع ابيض، هتلي الاصفر ده كويس. حلو، واضح؟ لا، خليه احمر. واضح، واضح اكتر. طيب انا مفترض ان الناس اللي قاعده فاهمه هيدروليك، انا همشي ماشي سريع جدا على الدايره، تمام؟ واعذروني والله، لان الدايره دي احنا في الكورس عشان نقعد نفهمها، يعني احنا بنقعد ناخد ده الجزء ده في محاضره، بعد كده الجزء بتاع البريك والستيرنج ده في شابتر 3، بعد كده نلاقي نفسنا احنا بدانا نفهمه، فبيكون الموضوع يعني مش حاجه بتخلص في كلمتين والله. بس خلونا نحاول ان احنا يعني اديكم كده هنت على الحاجه اللي احنا محتاجينها. احنا السيستم ده شغال ببامب فيكسد ديسبليسمنت، البامب دي بتضخ الزيت، بتضخ الزيت، بتضخ الزيت، بتضخ الزيت. ده عندنا المين ريليف فالف بتاعنا، عندنا ادي الكنترول بتاعنا، عندنا ادي الكنترول بتاع الباكت اللي هو اللي بيكفي وبيلم، وعندنا الاثنين سلندر بتوع البوم اللي هم المسؤولين عن الرفع. الكنترول الثالث ده بتاع اوبشن مش موجود ده، وانا هقلب اللودر بتاعي لتول ثانيه.
ايه تاني عندنا؟ اللودر ده الكنترول بتاعه شغال بايلوت اوبريتد، شغال بتحكم زيت. دي الملونات او الهاند مترنج يونت بتاعتي، دي بتشتغل تبعت لي اشارات زيت للسبولات عشان تحرك السبولات يمين او شمال. البايلوت بتاعي او الملونات بتاعتي اللي هي دايره البايلوت بتتغذى بمضخه تانيه اللي هي المضخه بتاعتي البريك والبايلوت، مضخه الفرامل والبايلوت. المضخه دي الدايره دي بتغذي دايره البايلوت اهي، وبتغذي في نفس الوقت دايره البريك كمان ودايره المروحه. ها عايز اطلع ماشي. عندنا ايه تاني؟ عندنا الدايره بتاعت البايلوت نفسها، في عندنا بريشر ريدوسينج فولف، عندنا بريشر ريدوسينج فولف عشان يحكم لي الضغط بتاع البايلوت، يحكم لي على 28 بار ما يخلوش يزيد عن كده. عندنا سيفتي فولف عشان لو الاوبريتور او السواق مش قاعد في المعده يكون فاصل الهيدروليك ما يشتغلش. ده جويستيك اوبشن لو انا بشغل الاوبشن اكويبمنت بتاعتي اللي هي الحركه الثالثه اللي احنا قلنا مش موجوده طبعا احنا شغالين لودر هي مش موجوده. بتبقى الملونات ثلاث ملونات جنب بعض، اما في اللودر بتاعنا هم اتنين ملاوينه جنب بعض بس. لو نزلنا تحت كده دي الدايره بتاعت الستيرنج حاليا مالناش دعوه بيها، ودي الدايره بتاعت البريك مالناش دعوه بيها في الوقت الحالي يعني. طيب ايه اللي انا حابب ان احنا نعمله؟ انا حابب دلوقتي ان الناس تقول لي ايه ممكن المشكله. الراجل بيشتكي لنا دلوقتي، قلنا ان الرفع بطيء، الرفع بطيء اللي هو ان السلندر ده الرفع بطيء. طب الرفع بطيء دي مشكله مرتبطه بالفلوريت ولا مشكله مرتبطه بالبريشر؟ ها محتاج ان انا اشوف منكم في الشات. مشكلة فلو ريت عمر جمعة بالظبط، مشكلة كيو عظيم، مشكلة كيو. ما دام احنا بنقدر نرفع الشغلانة فمعناه ان البريشر عندي مقداره كويس، ولكن انا عندي مشكلة مرتبطة بالفلو. عظيم جدا، حلو جدا، دي كده اول خطوة. تعالوا بقى انا عايز نعمل كده لستة لنفسنا، ايه ممكن تكون كل الاسباب اللي تسبب لي ان السرعه بتاعت البوم دي تبقى بطيئه في الرفع. عايزكم برضو في الشات تجاوبوا عليا، عايز كل واحد كده يقول لي كده ايه الحاجه اللي جايه في باله، وكل واحد يحط اكتر من اختيار وانا هفتح الشات واتفرج معاكم. تسريب في البساتم الحشو بتاعها ماشي. التشيك فولف قصدك، التشيك فولف ده ماشي. الملاوينة ماشي. سدد تربلو في الإشارة، سين في البستم انسداد في الاتجاه المعاكس، مشكلة تسريب في الصمام. حلو جدا، مضخة البايلوت عظيم. في الدايرة ممكن في أكتر من مكان ليكج، أوكي. نتأكد من البامب والمين ريليف فالف. حلو، البايبس. ماشي.
بساتم في تهريب من الجشمة، السبول مش مفتوح كفاية بسبب ضعف الإشارة. حلو جدا يا كساب. حلو. أحمد سيد، إحنا اتفقنا إن إحنا الأول هنعمل الليستة وبعدين نسأل الأسئلة، الرفع والنزول بس ولا الفرد والكفي كمان؟ السؤال بتاعك ده مرحلة تانية بعد ما نكون عملنا الليستة كلها. مزوجة الزيت، أوكي. الفولف بيفتح كامل، عظيم كده. انتوا بدأتوا تعيدوا الايه الكلام مرة تانية. الفلتر اللي في التانك، عظيم قوي. طيب يلا بينا نحاول نشوف احنا انا بعمل ايه في الموضوع ده. دي الطريقه اللي انا بستعملها في ان انا احدد المشاكل اللي ممكن تحصل عندي، او الطريقه انا بمشي ازاي، ودي الاسئله انا بقعد اسالها لنفسي. طبعا تكون اجاباتكم مظبوطه يعني، بس مشكله زي دي فيها اسباب كتير وحاجات كتير جدا ممكن تكون عامل فيها. انا بعمل كده، انا والله بمسك من اول البوم السلندرات نفسها. احنا قلنا دلوقتي احنا بنعمل الليسته، ما دام بنعمل الليسته مش مشكله نبدا الليسته منين. انا بحب ابداها من المشكله، الحته اللي فيها المشكله عندي. والله ممكن يكون عندي في تهريب في السيلات، يبقى انا عندي ناحيه الاسطوانه عندي والله تهريب، او التهريب ده ممكن يكون سببه سيلات بايظه، الحشو بتاع البستم يكون حصل فيه مشكله، او ان يكون السلندر نفسه سلخ. السلندر بتاعي نفسه الجسم بتاعه هو اللي بقى فيه تسليخ، فانا ممكن افتح بعد ما انا الاقي ان السلندر عندي بيطلع زيت الناحيه الثانيه، اطلع الحشو بتاع السلندر بتاعي الاقي الحشو كويس فاتلبخ وكده، وانسى ان ممكن يكون السلندر نفسه هو اللي فيه التسليخ. طيب عندي هنا ده ايه ده؟ الخط ده رايح لفين؟ الخط ده رايح لمحبس مقفول، رايح لاكيميليتور. ده بتاع حركه حاجه اسمها الرايت كنترول. ده لما يبقى اللودر شغال كده في ارض مش مستويه، بيكون مشغل الرفع كمساعدين للودر كله. ملناش دعوه بيه، اعتبروه مش موجود، هو مش هيسبب المشكله دي، بس اعتبروه مش موجود ان هو رايح على اكيميليتور. لو في عندي سدد او حاجه او عندي سرعه مش مظبوطه يبقى عندي تهريب، لكن ده اصلا مسار مقفول. نيجي للي بعده هنا، ممكن يكون في عندي اي حاجه في المسار ده كله مسدوده. المسار ده او المسار بتاع الراجع، مسار الراجع ده يشمل ان انت ممكن توصل ان الفلاتر عندك ممكن يكون فيها ازمه، يعني ان الرواجع كلها عندك فيها ازمه، بس ساعتها المشكله بتاعت السدد دي يعني هي هتسبب لك ان انت عندك ممانعه زياده، وبالتالي الضغط بيعلى، الريليف فالف بيفتح، الزيت بيتقسم، حبه يروح للشغلانه وحبه يروحوا من الريليف فالف، نلاقي السرعات عندي بطيئه، فممكن يكون عندي مشكله انسداد يا اما في الخط بتاع الداخل او في الخط بتاع الراجع. مشكله مش كتير بنشوفها، بنشوفها كتير في الراجع لكن مش بنشوفها كتير في الداخل. لكن انا مثلا مره قابلتني في مره ان الخراطيم من جوه اتنسلت، وبقت الخراطيم بقت هي نفسها الكاوتش بتاعها من جوه هو اللي سد الخرطوم نفسه، والخرطوم ما ضربش. ومره ثانيه قابلتني او يعني قابلت شخص يعني ان في ناس نست الفوط اللي احنا بنمسح بيها وكده، صناعيه نسوا الفوطه جوه الكنترول، فبقت الفوطه هي اللي عامله السدد في الدايره. فدي حاجات يعني بتحصل، يعني مش حاجات اسطوريه. نيجي عند الدايركشنال كنترول، ده ايه المشاكل اللي ممكن تبقى حاصله في الدايركشنال كنترول؟ نمشي معاها واحده واحده كده. والله ممكن يكون في تهريب، ممكن يكون المشوار بتاعه مش بيمشي بالكامل، الاستروك بتاعه مش كامل. طب المشوار بتاعه مش كامل ليه؟ ممكن حاجه من اتنين، ممكن يكون في شوائب معلقاه، في حاجه هي اللي منع السبول ان هو يتحرك، معلق بسبب وسخة في الزيت،
او ان يكون قيمه الاشاره اللي رايحه تزق السبول ده ضعيفه اضعف من الطبيعي بتاعها، تكون مشكله في الاشاره. عظيم. طب مشكله في الاشاره دي، نبدا نجري بقى ورا مشكله الاشاره. مشكله الاشاره دي حاجه مرتبطه بالملامينه، ممكن يكون عندي الملامينه فيها مشكله، ممكن يكون الضغط بتاع البايلوت نفسه مش مظبوط، لو انا ركبت عداد هنا ضغط البايلوت مش مظبوط، ممكن يكون نتيجه ان بريشر ريدوسنج فالف ده يا اما بيهرب او مش مظبوط، او ان يكون مثلا عندي صمام السيفتي ده لانه رايح للتانك ممكن يكون هو اخر بيهرب، او ممكن يكون في عندي اي ملاوينه بتهرب من اي اورنج من الاورنجات مثلا، او من اي مسار من المسارات تكون عندي تهريب في الدايره بتاعت الملاوينه، في كل الملاوينات بقى مش ملاوينه واحده. تمام، كل دي حاجات كده ممكن تسبب لي ان السرعه بتاعتي الرفعه تبقى بطيئه. حلو جدا، دي كده كل الاسباب اللي مرتبطه بالاشاره. نطلع لفوق، والله ممكن يكون المين ريليف فالف عندي بيهرب او ضغطه مش مظبوط. ما هو لو الضغط مش مظبوط قوي ممكن يكون هو بيشيل الحمل بس هو مش بيجيب الماكسيمم بريشر بتاع الريليف، فالريليف فالف فاتح من بدري وبيقسم الزيت، حبه بيروحوا منه للتانك وحبه بيروحوا للشغلانه، والراجل مش بيشتكي ان الحركه ان الحاجه ما بتتحركش، ان هو فعلا قدامه الحاجه بتتحرك ولكن مش كل الزيت بيوصل. واخيرا ممكن يكون البامب عندي الرئيسيه ممكن يكون فيها الازمه. في دائره البايلوت برضو البامب بتاعتي البريك والبايلوت يكون فيها مشكله. المفروض ان في الحاله دي يعني البامب بتاعتي ديت راكب معاها البريك وراكب معاها الفان، فالمفروض ان انا الاقي المشكله موجوده برضو في البريك وفي الفان. بس زي ما احنا قلنا احنا مش دلوقتي بنسال الاسئله، احنا هنبدا نسال الاسئله بعد ما نعمل الليسته. متهيأ لي ان انا كده غطيت كل الاسباب اللي ممكن تسبب لي ان السرعه بتاعتي البوم تبقى بطيئه. هخش في الشات لو حد شايف ان انا نسيت حاجه يقول لي. حد كان قال لي على الزيت، ممكن يكون الزيت فيه مشكله. حلو، هخش في الشات اشوف اذا كان في حد عنده اي اسئله في الموضوع ده او عنده اي حاجه ممكن نضيفها في الليسته دي. لو الريليف فالف هيأثر في حركتين مش في حركه واحده، مظبوط، ما انا قلت لك احنا مش بنحط دلوقتي الاسئله بتاعتنا، احنا دلوقتي هنبدا نسال الاسئله. ما هو ممكن الراجل السواق بيقول لك انا عندي مشكله في الرفع بطيء، لكن لما حضرتك تروح تفحص تلاقي ان المشكله في الرفع والمشكله في اللم، انت هتبدا تسال الاسئله دي دلوقتي. بس احنا دلوقتي في مرحله ان احنا بنخطط لعمليه الصيانه، مش واقفين قصاد الماشين نفسها. تسليخ يعني تاكل، بس دي الكلمه الدارجه عندنا في السوق او الكلمه اللي هي ال بتاعه الورش يعني. حلو، ممكن الزيت لسه مش سخن. بص كده، بص يا باشا، باشمهندس السمعه، الزيت لسه مش سخن كده كده. اي اختبارات احنا بنقوم بها للدايره او بنحكم عليها لما يكون الدايره عندي تكون وصلت درجه حراره التشغيل بتاعتها. اتفقنا على اساس نصمم الاكيميليتور بره القصه دي بتاعتنا مش معانا. لا يا هاجر، لا يا هاجر، ده موضوع كبير يا هاجر، موضوع كبير يا هاجر. الاكيميليتور الراكب على الكنترول، الراكب على الكنترول فوق بتاع البايلوت. اي والله يعني ليه حاجات كتير، يعني هو ليه من ناحيه الكنترول بيعمل استابلايزيشن كده للفلوريت بتاع البايلوت، عشان لو انا جيت احتجت في البريك او احتجت في الفان ما يحصلش عندي نقص في الزيت اللي رايح للبايلوت، وفي نفس الوقت لو انا عندي المكنه اوف اقدر ان انا انزل اللودر بتاعي واريحه عشان اعرف اعمل صيانات وكده. طيب انا متهيألي ان احنا كده اتفقنا ان كل الليست موجوده، كل حاجه موجوده. طيب نبدا بقى نسال نفسنا الاسئله المهمه. احنا اتفقنا احنا اول حاجه بنعمل الليسته، بعد ما بنعمل الليسته نبدا نسال نفسنا الاسئله. هل الرفع بس هو اللي بطيء ولا اللم بس هو اللي بطيء، ولا اللم مع بط، ولا اللم والكف كمان بطيء؟
نسال دي مش معناها ان احنا نروح نسال الراجل، نسال دي معناها ان احنا هنعمل التشيك بنفسنا. ما احنا عشان نعمل التشيك على الكيو محتاجين نشوف السرعات، مش ده الاتفاق بتاعنا؟ واتفقنا ان احنا ممكن بشويه تفكير كده نبدا نحدد المشكله موجوده فين. فانا في عندي للودر حاجه اسمها السايكل تايم. السايكل تايم ده في السبيسيفيكيشن بتاعت اللودر اللي على اساسها بنشتري اللودر، بيقول لك والله اللودر ده بيترفع من تحت لفوق في قد كذا من الزمن، بيترفع من تحت لفوق في قد كذا من الزمن. دي هي دي اللي احنا بنتكلم فيها. تبدا تعمل، او لما يجي يلم بيلم من تحت لفوق في قد كذا من الزمن، نبدا نشوف هو بيرفع في قد ايه وبيلم في قد ايه. السبيسيفيكيشن دي موجوده ومتوفره. حلو. اتاكدنا فعلا ان انا عندي السرعه بتاعت الرفع فيها مشكله، والسرعه بتاعت الباكت والله ممكن نقول انها ما فيهاش ازمه او فيها ازمه. نفترض دلوقتي انها ما فيهاش ازمه. ما فيهاش ازمه دي معناها ان نوعا ما نوعا ما ربما يكون الريليف فالف بره القصه والبمب بره القصه. معناها ان ضغط البايلوت بيوصل كويس للباكت، معناها ان المشكله عندي محصوره في دايره الرفع بس. كل ده بقول ربما، ماشي، مش اكيد. ممكن يكون المشكله مش ظاهره عندي في الباكت لاسباب، ان مثلا ان الباكت مثلا انا بعمل التيست مش عامله مظبوط. ممكن يكون ان وقت الشغل لما نيجي نحمل على المكنه بقى ونشتغل وقت الشغل المشكله بتظهر، لكن انا على السايكل تايم من غير احمال كبيره المشكله مش ظاهره قوي وانا مش اخد بالي منها. فعشان كده انا هفضل دايما حاطط في بالي ان ربما يكون عندي غلط. جميل. طيب الكلام دلوقتي عن ان انا عندي مشكله ممكن تكون في الرفع بس، ده معناه ان هبدا استبعد الحاجات اللي تاثر عندي في البوم والباكت، هستبعدها. يعني معناها ان انا هكشف عليها، ابدا اكشف عليها لو غلطت، لو انا لقيت ان المسار الاولاني اللي انا مشيت فيه بتاع ان حاجه البوم بقى هي اللي فيها المشكله، لقيت ان كل حاجتها سليمه، هبدا ايه اقلق من هبدا ابص على الحاجات اللي مشتركه مع الباكت. طيب ده كان اول سؤال سالناه لنفسنا، هل ده الحركه لوحدها ولا لا؟ طيب نيجي نسال نفسنا هنا، هل انا عندي مشكله في السرعه بتاعت الفان؟ الراجل بيشتكي من حاجه في الحراره، او الراجل بيشتكي من حاجه في البريك؟ لو ده الراجل بيشتكي من حاجه من دول، يبقى انا ربما عندي مشكله اصلا في الدايره بتاعت البايلوت الاساسيه اساسا. يبقى انا عندي كده من بابها كده دايره البايلوت فيها ازمه. حلو، دي الاسئله اللي ممكن نسالها. حد شايف ان احنا ممكن نسال حاجه تانيه؟ ممكن تحسب السايكل تايم، ممكن، بس برضه هتحتاج جدول، هتحتاج البيع، هتحتاج المواصفات بتاعت البامب والمواصفات بتاعت السلندرات موجوده في بعض الكتالوجات. بس يعني بس بتاع ده ما هو السبيسيفيكيشن موجوده. يعني احمد الرفاعي، لا انا ما قلتش ان احنا نبدا بالسلندر ابدا، انا بقول دلوقتي احنا بنفكر. دي ترتيبه الافكار عشان ما اضيعش حاجه في الليسته بتاعتي. انا بدات من هنا ببدا احط الليسته بتاعتي. انا لسه اصلا كل اللي احنا بنعمله دلوقتي ده احنا لسه ما طلعناش زي الماشين اصلا، ولا قربنا منها، ولا اصلا رحنا وقفنا قدامها. ده احنا واقفين قاعدين مع الدايره في المكتب بنكتب لنفسنا الخطوات بتاعتنا، لكن طبعا مش اول حاجه هنبدا بيها السلندر اكيد. يعني طيب تعالوا دلوقتي نحاول نرتب الخطوات بتاعتنا بتاعت الفحص. نبدا بالاسهل. اسهل حاجه عندنا في السيستم ان احنا نحط العدادات. يعني نحط عداد على دايره البايلوت ونحط عداد على السيركت بتاعتنا. ان انت تيجي تفحص الضغوط كده المبدئيه بتاعتك بتاعه البايلوت، تتاكد ان ضغط البايلوت تمام، وان ضغط السيستم عندك اقصى ضغط فيه مظبوط اللي هو الضغط بتاع الريليف ال 200 بار ده. ده ابسط حاجه انت تعملها في الشغلانه بتاعتك. انت عملت اول حاجه السايكل تايم، ده اول فحص انت عملته. تاني حاجه هنعملها ان احنا نركب العدادات بتاعتنا ونخنق ونشوف اقصى ضغط عندي في الرفع واصل لكام، هل واصل فعلا ال 200 بار ولا لا. اشوف ضغط البايلوت، المفروض ضغط البايلوت من غير تشغيل الاقيه في حدود في 28 بار. اتاكد ان الامور ديت عندي تمام. لو انا لقيت عندي مشكله في الضغوط عندي، ابدا اظبط الضغوط وبعدين ارجع اعمل الفحص بتاع السايكل تايم بتاعي مره ثانيه. طيب عندك لقيت ان انت عندك الضغط بتاع البايلوت مثلا مش مظبوط. لو ضغط البايلوت هنا مش مظبوط، فالمفروض يسمع معاك في الباكت.
الا في حاله واحده، لو انت عندك الملاوينه بتاعه الباكت بطريقه ما فيها تهريب، وده انا مش هقول عليها هنا ازاي، مش هفتح الكونستراكشن بتاع الملاوينه، لكن انا هسيبها لغز للناس. الملاوينه بتاعه الباكت لو هي بتاعه اللم بتاع الباكت لو فيها تاكل في جزء معين، هيسمعها لي على الرفع ومش هحس بالمشكله الا في الرفع، ولما هاجي هنزل بينزل بوزنه، ولما بيجي بيكفي بوزنه، لكن ممكن يسبب لك مشكله. فايا كان فتلاقي الضغط بتاع البايلوت مش مظبوط، تيجي تعمل تحرك كل الحركات تلاقي الضغط مش مظبوط، مع حركه الملاوينه بتاعه الباكت هتلاقي الضغط عندك اتحسن. مش هقول ده بيحصل ازاي، هسيبها لكم لغز انتم تدوروا عليه. المهم لقينا ضغط البايلوت مثلا سليم، طب ضغط البايلوت سليم ايه تاني اسهل حاجه نبدا نكشف عليها؟ هل السبول ده بيجي له اشارته ولا لا؟ اه بالمناسبه السدد، مشكله السدد من المشاكل السهل جدا انت تكشف عليها. لو انت عندك اي سدد في الدايره فانت بتلاقي اصلا معناه ان عندك ضغوط عاليه، هتيجي تشغل هتلاقي الضغوط عاليه جدا وانت على الفاضي وانت لسه ما وصلتش لاقصى حمل، هتلاقي الضغوط عندك عاليه وهتلاقي صوت المكنه عالي وصوت المضخ عالي، هتلاقي الاصوات عندك عاليه وتلاقي الضغوط عندك عاليه، لان انت ساعتها بتكون مش بتتغلب على الحمل اللي هو اصلا فاضي، انت بتتغلب على الممانعات والسدد اللي موجود عندك، وده مؤشر قوي جدا ان انت عندك سدد. بنروح نتشيك على الفلتر بتاعنا نفكه نغيره، وبعدها نرجع نشوف المشكلة اتحلت ولا لا. لو المشكلة ما اتحلتش بنبدأ بقى نحاول نجري ورا السدد ده موجود فين، وهتبقى شغلانة يعني ممكن تبقى شغلانة متعبة شوية. بس السدد انت هتكشفه بان انت تشوف اصلا الضغط عندك اثناء التشغيل وانت لسه طالع من بتفرد السلندر بتاعك في رحلتك بتاعت الفرد دي، الضغوط عامله ايه؟ المفروض يعني الضغوط تكون قليله، مش ماكسيمم بريشر. لو انت لقيت الضغوط ماكسيمم بريشر اذا انت في عندك خلل في الدايره وفي عندك سدد، سواء السدد ده كان في الهيد اند او في الرود اند. لو الريليف فالف ما فتحش اذا السرعات عندي مش هتتاثر، اذا السدد ده ما كانش الكافي انه يعمل لي المشكله. طيب يبقى كده احنا كمان كشفنا عدد واحنا بنشوف الضغط بتاعنا، احنا في تاني خطوه كده اطمننا ان احنا الدايره عندنا ما فيش فيها سدد. طيب نيجي هنا اهو، لو انا عرفت اركب عداد هنا، وفي النوادر الجديده ومقالات الجديده دايما بيحطوا لنا دلوقتي مكان لعداد عشان يقيس الضغط اللي داخل الكوبايه، واجي احرك الملاوينه بتاعتي اقصى حاجه، لو لقيت الضغط هنا سليم اذا الاشاره فعلا بتوصل وبتوصل بقيمتها المظبوطه. لو لقيت ان الضغط هنا مش مظبوط والضغط بتاع البايلوت سليم اذا الملاوينه هي اللي بايظه، وخلاص كده انتهت مشكلتك. هي ايه؟ تمام. لو لقيت ان انت عندك الضغط بتاع الملاوينه ده كويس وعندك السبول بتاعك لسه، انت ده اتاكدت ان الضغط بتاع الاشاره دوت كويس بس لسه ما اتاكدتش اذا كان المشوار بتاعه معلق ولا لا، تعالى كده بقى نبدا ايه، نبدا نفك، نبدا نشوف خطوات الفك عندنا. اخد بالك يا استاذ احمد، احنا لسه بقى دلوقتي اول ما هنبدا نفك حاجه في الدايره، نفك الكوبايه دي ونحرك السبول نفسه بايدينا نشوف كده هل هو بيتحرك ولا ما بيتحركش. لو لقينا السبول معلق عارفين نعمل ايه؟ حد عارف لو لقينا السبول معلق ايه المفروض نعمله؟ لو لقيت السبول معلق بيتنضف بالبنزين وبالبنزين وينضف. اوكي انت حضرتك هتنضف الدايره كلها لان معاها انت عندك شوائب كتير في الدايره، انت محتاج تعمل فلاشنج للدايره دي، واحده من اسوأ المشاكل الهيدروليكيه. الناس بتقوم جايه فكه الصمام منضفاه وراجعه تركبه مره ثانيه، بس ده معناه ان انت لسه مصدر الشوائب عندك عالي، وده معناه ان انت هيفضل عندك لسه مشكله كبيره في مشكله كبيره في السيستم بتاعك، مشكله ان انت عندك شوائب كتيره، عمر الزيت عندك عمر السيستم عندك بيقل. الله ينور عليك يا حكيم، فلاشنج اسوأ حاجه. طيب نرجع تاني، لا اله الا الله، جميل. طيب لقينا ان السبول ماشي كويس، اطلع السبول من مكانه ابص عليه اذا كان في تاكل جامد ولا لا، لو ما لقيتش فيه تاكل اذا
السبول عندي سليم. طب انا كده ارتحت من الحاجات دي. يبقى انا كده اخر حاجه انا محتاج ابص عليها هو السلندر بتاعي. السلندر ليه كذا طريقه فحص، ممكن احط عداد هنا وعداد هنا وحلق وعلق في سلندر على النص واشوف لو انا عندي اماكن بورتس ان انا احط فيها عداد في خط الهيد اند والرود اند. المفروض لو انا حط السلندر بتاعي وحاطط عليه حمل، لو حطيت عداد هنا يقرا لي زيرو، ولو حطيت عداد هنا يقرا لي الضغط بتاع الحمل. فلو انا عندي اماكن مكان احط فيه عداد هنا وعداد هنا، بعض المعدات فيها الاوبشن ده، وجيت حطيت العداد بالمنظر ده ولقيت ان هنا الضغط قليل وهنا الضغط عالي، اذا السلندر سليمه. لو لقيت ان الضغطين زي بعض هيبقى معناها ان السيل ده اتاكل وبقى الزيت كله حته واحده، فبقى الضغط عندك متساوي وهتلاقي الضغط اعلى من الطبيعي. ما عندكش الاوبشن ده، هتحتاج تفرد السلندر على الاخر او تلم السلندر للاخر حسب ايه اسهل لك يعني، وتفك خرطوم الناحيه التانيه وتشوف اذا كان الزيت بيرجع ولا ما بيرجعش. بترجع تلم مره تانيه، لو انت كنت بتلم تلم مره تانيه وتفضل تدي امر ان انت بتلم وتشوف الزيت اللي بينزل عندك من هنا، هل هينزل عندك ترشيح زيت ولا ماسوره زيت؟ لو زيت كتير اللي بينزل عندك، اذا عندك مشكله تهريب في السلندرات. طب انت بعد كل ده ولسه كل حاجه عندك تمام، ارجع تاني فكر مرة تانية في الباكت كده، قيس السرعة بتاعتها مرة تانية، اعمل تشيك على السرعة بتاعت الباكت. ممكن يطلع المشكلة في الريليف فالف بتاعك، وممكن يطلع المشكلة في البامب بتاعتك، وانت كنت غلطان وانت بتقيس السرعة بتاعت الباكت. اتأكد ان انت عملت الخطوات بتاعت القياس بتاعتك من الاول مظبوطة. ايه اللي احنا عملناه دلوقتي؟ بالمناسبة شباب، كل الكلام اللي احنا قلنا ان احنا هنعمله ده في الواقع لما نيجي ننفذه كله، ما دام احنا لحد جزء البامب بصراحة ماشي، لحد جزء البامب، كل اللي احنا اتكلمنا عنه ده يخلص في مدة، لو بنتكلم مع لو انت معاك فني مبتدئ فالموضوع ده هياخد ساعة، لو انت معاك فني محترف فاهم انت بتعمل انت بتقول له ايه وبيستقبل منك الكلام بسرعة، الشغلة دي هتقعد فيها من 15 دقيقة ل 30 دقيقة وتحل وتعمل كل الكشف ده. بس الفكرة ان انت عملت عملية كشف العطل اساسا وحددته قبل ما تنزل على الماشين، هي دي الحاجة اللي الناس مش بتشوفها. الناس بتشوف في ناس اللي بيجوا يحلوا المشاكل والاعطال الهيدروليكية ان هم جم وقفوا قصاد المكنة وحلوا المشكلة في وقت قليل جدا، فهو الناس بيفكروا ان العملية دي حصلت قدامهم. الحاجة اللي حصلت قدامهم دي هو ان الراجل جاي وقال كل الكلام ده قدامهم، ده مش حقيقي. الراجل اشتغل شغل كتير جدا انت مش شايفه، اللي هو اللي احنا اتكلمنا عنه ده، اللي هو التنسيق والتخطيط ومش عارف ايه وكلام من ده، وجه قدامك عمل الفحص اللي هو بيخلص في وقت قليل لان الهيدروليك سهل جدا. جميل؟ الا اذا بقى دخلنا بقى لمشكلة خوازيق، ان احنا هنفك حاجات الوصول ليها صعب، هو ده اللي بيأخر مشكلة كشف الأعطال في الهيدروليك. لو أنت معاك الأدوات بتاعتك والعدة بتاعتك وفاهم أنت بتعمل إيه، ده اللي هيأخرك إن أنت تفك الحاجة من مكانها أو إن أنت توصل للحاجة نفسها، إن أنت تفك خراطيم وتركب خراطيم والشغلانة دي. لكن البروسيس نفسها بتاعت التفكير هي حاجة مش معقدة. هل حد عنده أسئلة أو تعليق على الموضوع ده؟ هفتح الرسائل وهشوف منكم الرسائل.